قدموا شي حاجة اللي مفيدة. مستمعينا يعني احنا ضمن هذه الحصة الإذاعية كنخصوا مجال للعناية بالجمال ديالنا، الشعر والوجه والأيدي، ويعني كل الأشياء اللي ممكن نستعملوها ولكن من المطابخ ديالنا، وصفات طبيعية سهلة. للأسف أن سيدة نورة اختصاصية تجميل يعني من الخط بيننا وبينها للأسف ما تحصلناش عليها وما تمكناش أننا نربطوا الخط بها. أنا غنذكر بمجموعة ديال الوصفات اللي سبق أننا قدمناها، ودائما حول الشعر المايونيز حدثنا عليها في العديد من الأحيان أنها جيدة جدا للشعر الجاف. يعني المايونيز من الأفضل اللي كان صوبه في البيت ديالنا يكون أفضل. ممكن ناخدو هاد المايونيز نستعملها غير هي في الشعر ديالنا، يعني تكون كافية لأن فيها الزيت، فيها شوية الخل، فيها أصفر البيض. نستعملوها طريقة باش نستعملوها نغسلو الشعر، إن يكون شعرنا شوية فازق نمشطوه وندهنو على الشعر غسلة غسلة، يعني كنقبطو واحد لمش وكندهنوهم حتى لتحت ديالهم وكنلويو الشعر ديالنا بواحد البلاستيك في الاليمونتيغ مثلا، ولا بلاستيك ولا بوني ديال البلاستيك، ونخليوها على الشعر ديالنا على الأقل واحد نص ساعة ولا ساعة عاد نغسلوها. منين يكون عندنا شي حاجة فيها البيض من الأفضل أننا نستعملو الماء، يكون ما أمكن نقدرو نتحملوه بارد باش ما يطيبش داك البيض ويلتصق على الشعر ديالنا. هناك مجموعة أيضا للوصفات اللي كترمم الشعر خصوصا الجاف، لأنه هو الأكثر تضررا بالحرارة بالرطوبة بالبرد، هو يعني الشعر الجاف يكون أكثر تضرر. عندنا البيض البيض مع ربع حك ديال الياغورت الطبيعي مع ربع كاس ديال الزيت، وهذه الكمية هذه ممكن نقصوا منها ولا نزيدوا منها على حسب طول الشعر ديالنا. نخلطهم مزيان ندير واحد طبقة سميكة تكون شوية ثقيلة، طبقة سميكة على الشعر ديالنا، نديرو بوني ونغطيوها، نخليوها على الأقل نص ساعة، يعني على الأقل هادو كلهم، يعني سواء المايونيز ولا البيض البيض مع ربع حك الياغورت ربع حك يعني كاس ديال الزيت، ممكن نستعملوهم مرة في الأسبوع، يتغطاو بالبوني، يتغسلو بالماء شيء أما بارد، يعني ما يكونش سخون، ثم عاد كنستعملو الشامبوان ديالنا. البيض تهو يعني فيه البروتينات، ممكن نستعملوه غير بوحده للشعر، يعني لكنا مزروبين ولا لكنا مثلا ما لقيناش الوقت ممكن نحطوه 10 دقائق على الشعر ديالنا. نقبطو بيضة نخدموها مزيان وندهنوها على الخصلات الشعر، نخليهم واحد شوية ونغسلو، غير باش ما تبقى لناش الريحة ديال البيض غنديرو واحد شوية ديال الخل في الماء ديال التشلال، نديرو واحد جوج معالق الخل في الطاسة الأخرانية ديال التشلال، العسل والزيت الزيتون وأصفر البيض هو من الماسكات الجيدة للشعر. ناخدو كمية العسل، وتتبقى الكمية ما نقدوش نحدو على حسب اللي عنده شعر طويل عنده شعر كثيف. غناخدو شوية ديال زيت الزيتون أصفر بيضة وشوية ديال العسل، نخلطوهم مزيان. دائما هاد الماسكات يتخلطوا مزيان باش ينسجموا العناصر ديالهم. إلا كان شوية شعرنا مبلل يكون أفضل، يعني ناخدو واحد شوية غير نبللو شوية الشعر ديالنا وكندهنوه بهاد الماسك هذا، نديرو يعني كوش مزيان، يعني ماشي جهة يكون فيها وجهة لا، نقبطو الخصلات الشعر ونطليو ليهم الماسك ويتغطى. دائما نذكروا أن ملي كنغطيو الشعر كنحلوا المسام ديال الشعرة وكتستافد أكثر من الماسك اللي كان نحطو فيها. يعني زيت أرغان هو من الزيوت الجيدة جدا للشعر، يعني يكون حاضر معنا في الوصفات. زيت زيتون أيضا، زيت رشيم القمح ديال القمح راه كيتباع في المحلات، ولكن دائما كيف ما كيعطيونا متخصصي التجميل والسيدة ملكة دائما كتركز على هذه النقطة، هذه سيدة ملكة مناسب أننا نتحرّى منين كنشريو هذه المواد ديال التجميل ديالنا باش تكون الوصفة جيدة. البيض من الأفضل أننا نستعملو البيض البلدي، والزيوت ديالنا ناخدهم من الصيدليات، يعني وخا تيكون ثمن شويه زايد على محلات التجميل على الاقل كنكونوا ضمننا ان هذيك الكميه هذيك راه كتكون جيده وصالحه للشعر ديالنا. مستمعينا الكرام، شكرا على المتابعه ديالكم لينا، نتمنوا ان المانع من اننا ربطنا الخط بالسيده نورة يكون خير باذن الله. تبقوا على خير ونتلاقاو بعد قليل مع